طبعا المباراة التي تشاهدون انهزام على أرضية ميدان المرة الثانية على التوالي بخمسة أهداف مقابل هدف أمام مولودية العلمالي، لعب تقريبا الورقة الأخيرة نتاعها، لأن بقات لها مباراة في مسعود زوغار بالعلم أمام مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة. الفريق الجمعية الخروبية لم يكن ربما ينتظر انهزامين متتاليين. خير الدين طبعا جمعية الخروب كأنها انهارت يعني. وهكذا احنا شاهدنا خاصة في مرحلة الذهاب أنه انهيار كامل.